بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبايبنا صف ثالث ثانوي مدارس الشعلة الأهلية، طبعا احنا خدنا المرة اللي فاتت تفاعلات الكيمياء العضوية وخدنا ملخص عنها واتكلمنا فيها بالتفصيل. دلوقتي هندخل درس اليوم البوليمرات. طيب قال لك ايه هو البوليمر؟ قال لك البوليمرات عبارة عن جزيئات كبيرة تتكون من العديد من الوحدات البنائية الايه المتكررة. الوحدات البنائية المتكررة دي بطلق عليها اسم مونيمر، بيطلق عليها اسم مونيمر. طبعا زي ما انتم شايفين الفكرة الرئيسية للدرس هي البوليمرات الصناعية، مركبات عضوية كبيرة تتكون من تكرار وحدات مرتبطة. تكرار وحدات مرتبطة دي اللي هي المونيمر. يبقى دلوقتي انا بقول المونيمر مونيمر 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 يديني ايه البوليمرات او البوليمر، مرتبطة معا عن طريق تفاعلات الاضافة او التكاثف. طبعا قلنا الاضافة ان انا بضيف مركب على مركب، او التكاثف ان انا بجيب مركب معقد مع مركب تاني معقد يكون لي اتنين اكثر تعقيدا، مركب اكثر ايه اكثر تعقيدا. فقال لك هنا البوليمرات قال لك عبارة عن ايه جزيئات كبيرة تتكون من عديد الوحدات البنائية الايه المتكررة. قلنا طبعا بيتم عن طريق ايه تفاعلات الاضافه او الايه او التكاثف. طبعا الاهم شيء البوليمرات مفردات يعني، والمونومرات اللي هو المونيمر، تفاعلات البالمر، تفاعلات البالمر اللي هي بتربط ما بين الايه السلسله اللي هي الطويله اللي احنا قلنا ايه عليها. طيب ايه هو بقى التفاعلات المستعمله لصناعه البوليمرات؟ اول حاجه قلت لك ايه المونيمرات. المونيمر اللي هو الجزيئات التي يصنع منها مين البوليمر اللي هو الاكبر. وعند صناعه البوليمر ترتبط المونيمرات معا الواحد تلو الاخر في سلسله من الخطوات السريعه زي ما نشوفها الان. عندك هنا تعريف البوليمرات، قال لك هي مركبات عضويه كبيره تتكون من تكرار وحدات مرتبطه معا عن طريق تفاعلات التكاثف والايه والاضافه. وهناخد شكل مثلا البولي كلوريد الفينايل، ده الشكل بتاعه. دي كده وحدة بنائية، دي كده اللي قدامك دي وحدة بنائية اللي هي اسمها مونيمر. فالمونيمر ده متكرر في سلسلة طويلة، يعني انت شفت كده الوحدات البنائية اللي ايه المتكرر اهي قدامك على طول، اهي سلسلة 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 سلسلة. طب ده استخدامه ايه البولي في ايه كلوريد الفينايل؟ قال لك انابيب البلاستيك طبعا عارفينها، وتغطية اللحوم والمفرشات وملابس ضد المطهر وجدران المنازل وخراطيم المياه، دي كلها بستخدمها خلاص يا شباب فين في ايه البوليمرات. طيب دي طبعا الجزيء بتاع اللي هو تكوين اللي هي العدسة اللي هو زجاج غير قابل للكسر. فمهم جدا الدرس ده يا شباب في الحياة اليومية يعني. نرجع تاني لدرسنا. يبقى احنا قلنا البوليمرات جزيئات كبيرة تتكون من العديد من الايه من الوحدات البنائية الايه المتكررة، وحدات الايه البنائية المتكررة. تفاعلات المستعملة لصناعة البوليمرات قلنا المونيمر، مونيمر قلنا الجزيء الصغير زي ما احنا شفنا عندك، هي وحدة عبارة عن وحدة بنائية بتتكرر، وحدة صغيرة ذات سلسلة ايه خطوة. طبعا بيتم الاضافة عن طريق ايه السلسلة دي، عن طريق يا اما احذف مية بطريقة حذف اللي هو التفاعلات مين يا شباب، تفاعلات الاضافة وايه والتكاثف. طيب تفاعلات البالمرة، التفاعل اللي بيتم فيه ارتباط مين المونيمرات معا. يعني بص كده لو نرجع تاني، نرجع في الاول هنا الجزء ده والجزء ده بيتم بينهم تفاعل، التفاعل ما بينهم اسمه ايه بالمرة، التفاعل ما بينهم اسمه ايه بالمرة، او تفاعل الايه البالمرة. طيب قال لك وحدة بناء البوليمرات، قال لك هي مجموعة الذرات المتكررة الناتجة من ترابط الايه المونيمرات، وتتكون منين من اثنين من المونيمرات المختلفة لها نفس المكونات. يبقى دي عبارة، يبقى وحدة بنائية البوليمر عبارة عن ايه، عبارة عن ذرات ايه يا شباب، مجموعة ذرات متكررة الناتجة من ترابط ايه المونيمرات، وتتكون من اثنين من مين من المونيمر المختلفة لها نفس الايه المكونات. يوضح الشكل اللي هو طبعا لو فتحت انت صفحة اللي هو الشكل 3 19
هيوضح شكل النايلون بوليمر يتكون خيوط رفيعة ايه اللي هو ايه اللي هو شبه الايه الحرير. طبعا البوليمرات يا شباب تكملة بوليمرات بتكون فيها بوليمرات صناعية. بوليمرات ايه صناعية؟ قال لك البوليمرات الصناعية مركبات عضوية كبيرة تتكون من تكرار وحدات مرتبطة معا عن طريق تفاعلات اللي هي احنا قلنا اللي خدناها فوق من شوية. التفاعلات المستعملة لصناعة الايه البوليمرات عندك اول حاجة هنا تفاعل البلمرة بالاضافة وفي البلمرة بالتكاثف. يبقى دي التفاعلين اللي هم موجودين فين يا شباب؟ خاصة فين؟ في تكوين البوليمرات. يبقى تفاعل بلمرة بالاضافة وتفاعل بلمرة بالايه بالتكاثف. بالاضافة فيه تبقى جميع الذرات الموجودة في المونيمر في تركيب البوليمر وتنكسر الروابط غير المشبعة في تفاعل البوليمر بالإضافة تماما كما في تفاعلات الإضافة اللي احنا خدناها سابقا. ان انا يكون عندي ربطتين وابدأ اكسر الربطة باي يبدأ يتكون عندي ربطة يمين وربطة شمال وابدأ بعد كده اربط ايه ما بينه كده بالإضافة. الإضافة ان يكون فيه مثلا اما ربطة ثنائية او ربطة ثلاثية زي ما خدناها الايه الحصة القادمة الماضية. طيب البلمرة بالتكاثف قالك بتحدث عندما تحتوي المونومرات على كام؟ اثنين من المجموعات الوظيفية على الأقل تتحد مع بعضها ويصاحب ذلك خسارة جزيء صغير غالبا ما يكون فين؟ من الماء أو الهيدروجين أو على حسب اللي احنا خدناه اللي هي اسمها ايه؟ تفاعلات اللي يا شباب تفاعلات الحذف. تفاعلات الايه؟ الحذف. تفاعلات الحذف لما نحذف ميه يتكون لي مركب ومركب يتكون لي مركب اكثر ايه اكثر تعقيدا اكثر ايه تعقيدا. مش عارف انا هنلاقيه مثلا فوق كده شويه ولا لا. هنشوف كده نرجع صفحتين ونشوف تفاعلات الايه التكاثف. ترى طيب نرجع نخلينا في درسنا وان شاء الله الحصه القادمه اقول لكم ازاي بيتم التفاعل. طيب خلاص قلنا البرمجه بالتكاثف تحدث عندما تحمل مونيمر على اثنين من المجموعات الوظيفيه اللي مركبين اكثر تعقيدا بيكون لي مركب اكثر تعقيدا على الاقل تتحد مع بعضهما يصاحب ذلك خساره في جزء من صغير ما يكون الماء. طيب خواص البوليمرات بقى وعند تدويرها. خواص البوليمرات قال لك انتشارها واسع يسهل تشكيلها ملموسه شمعي لا يذوب في الماء. شفتوا انتوا يا شباب الالعاب الاطفال والاشياء دي هي الالعاب الاطفال والحاجات اللي هي البلاستيك دي بتكون ايه بوليمرات بتكون ايه بوليمرات. يبقى انتشارها واسع يسهل تشكيلها ملمسه شمعي لا يذوب في الماء خواصه اقوى من الفولاذ غير قابل للصدأ. يعني تلاقي بعض معظم الحضائق فيها اللي هي العاب الاطفال مكونه من ماده البوليمر دي وهو غير قابل للتآكل. فده كله بيديك ايه المميزات ليها ولا يحتاج الى اعاده طلاء. طيب بعد كده تدوير البوليمرات قال لك عمليه صعبه نظرا لتعدد انواع الايه البوليمرات اللي المختلفه. صعبة جدا ليه؟ لأن طبعا قلت لك من الصعب ان انت ترجع تاني تعمل اعادة تدوير. فلك البوليمرات جزيئات ضخمة. ليه بقى البوليمرات جزيئات ضخمة؟ تتكون من العديد من اللي هي المونيمرات اهي تتكون من ارتباط جزيئات صغيرة من مين؟ المونيمر. المونيمر قلت لك اللي هو الجزيء الصغير اللي احنا لسه شايفينه من شوية يعني كده اسمه مونيمر والسلسلة الطويلة دي اسمها ايه بوليمر. طبعا هنا زي ما اقول لكم ارسم الصيغة البنائية البوليمر التي ينتج عنه الايه اهو شايفين يا شباب الربطتين دول دي كده يمكن اضافة ان انا اكسر واحدة منهم طيب مثلا على سبيل المثال لو انا هفعل المركب ده مع المركب ده لو يحصل تفاعل وعايز مثلا هنا في اتش صح اشيلها مع الاو اتش ده وادخل المركبين في بعض ادخل المركبين في بعض دي اسمها التكاثف يا شباب دي اسمها ايه
عمليه التكاثف، عمليه الايه التكاثف. عندي مثلا اتش اهي والاو اتش دي، فانزع ايه، انزع ميه اتش من هنا او اتش من هنا، فبالتالي ذره الكربون هتلحم مع الرابطه دي ويكون لي مركب ايه اكثر تعقيدا. مركب ايه يا شباب؟ اكثر تعقيدا. هنا بقول لك سمي تفاعل بالمرة الآتي إضافة أو تكاثف. هنشوف هنا بقى إضافة. ليه بقى إضافة؟ لأنه تم الاحتفاظ بذرات المونيمر أهو، ذرات المونيمر أهي CH2 أو CH CN زي ما هي دي، كده اسمه جزيء مونيمر، ده كده اسمه إيه؟ جزيء مونيمر. فهنا هو تم عملية إيه يا شباب؟ تمت عملية إضافة، اللي هو فين؟ كسرنا الرابطة دي، كسرنا رابطة من الروابط دي. يعني هنا في رابطة، رابطتين، كسرت الرابطة اللي هي باي الأضعف، فبالتالي فتحت معايا ايه اهي، بصوا زي ما انتم شايفين فتحت معايا رابطة واحدة بس، خلاص يبقى انا كده عملت عملية اضافة. وهكذا بقى دي ان ان متكرر، يعني ايه الصيغة اللي قدامي دي متكررة اهو، اضافة لانه تم الاحتفاظ بذرات المونومر جميعا في البوليمر دون فقد اي منها. اما في التكاثف بناخد من هنا مثلا اتش ومن هناك مثلا او اتش او ايا كانت المجموعة اللي هي الايه الاخرى، او حدد تعوض البوليمرات الصناعيه في كثير من الاحيان كثير من المواد الطبيعيه مثل الحجر والخشب والمعادن والصوف والقطن. ايه ده كله؟ اهي لانها لا تتعفن، المواد الاصطناعيه مثل المنتجات الطبيعيه كالخشب والقطن في كثير من الاحيان ولا تتآكل، دي كلها ميزات بتدينا. وكذلك يسهل انتاج المواد الاصطناعيه بالاشكال والاحجام المطلوبه مثل الاحجار الاصطناعيه، كما ان المواد الاصطناعيه عاده لا تصدأ او تتآكل مثل المعادن. اما العيوب فهي ان المنتجات الهيكليه الاصطناعيه مثل الخشب البلاستيكي ليست صلبه وتحتاج الى المزيد من الايه من الدعم. ونتوقف ان شاء الله. وطبعا هنا دي اهي توقع الخاص الفيزيائي للبوليمر التي يصنع من المونيمر متناولا بعض خصائصه مثل الذوبان في الماء التوصيل الكهربي. قال لك التصف البوليمر، البوليمر بملمس شمعي وقلة الذوبان في الماء وردات التوصيل الكهربي بالإضافة إلى قلة النشاط الكيميائي عشان لا يحدث تآكل. ستكون من البلاستيك القابل اللي هو الثيرموبلاستيك، ويتكون من سلسلة طويلة من الألكان مشابهة للبولي إيثيلين. نتوقف إن شاء الله عند هذا القدر، وإن شاء الله موفقين إن شاء الله، ونبدأ إن شاء الله في الحصة القادمة في الفصل الأخير وهو الكيمياء الحيوية.